السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في جرين واي. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على أغرب الأشجار في العالم، تابعونا. الغابة الملتوية في غرب بولندا هي عبارة عن غابات من أشجار الصنوبر تم زراعتها سنة 1930. الغابة بتضم حوالي 400 شجرة. هنلاحظ التواء غريب في شكل الساق من أسفل. في البعض بيعتقد انه تم استخدام بعض التقنيات عشان الاشجار تبدو بالشكل ده، وفي اعتقاد تاني ان في عاصفة ثلجية ضربت الاشجار وتسببت في الانحناء بهذا الشكل. جنرال شيرمان تري هي شجرة عملاقة جدا، بيقدروا العلماء عمرها بحوالي من 2200 الى 2500 سنة، ولقوا عن طريق عد حلقات بداخل جذع الشجرة ان تاريخها بيرجع الى سنة 1305 قبل الميلاد تقريبا. يعني الشجرة دي كان عمرها أكتر من 1000 سنة قبل ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام. ارتفاع 83.8 متر، والشجرة موجودة في إحدى الحدائق الوطنية بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. شجرة الدراجون تري هي شكلها شبه الفطر العملاق أو المظلة، وهي نوع من أنواع الدراسينا بتوجد في جزيرة سقطرى في اليمن، وبيسموها في اليمن عنقاء أو شجرة دم الأخوين، لأنه عند قطع أي جزء منها بتسيل منها مادة تشبه الدم. جزيرة سقطرى اليمنية تم تصنيفها كأحد مواقع التراث العالمي سنة 2008، ولقبت بأكثر المناطق غرابة في العالم. كمان صنفتها جريدة نيويورك تايمز بأجمل جزيرة في العالم لعام 2010، وده طبعا للتنوع الفريد وأهميتها البيئية. دي شجرة تانية اسمها ديزرت روز أو زهرة الصحراء، برضو موجودة في نفس الجزيرة. شايفين شكلها غريب ازاي، ولها زهور لونها وردي، بتتحمل الطبيعة القاسية للصحراء، وكمان بتتحمل الطبيعة الصخرية. شجرة الحياة أو تري أوف لايف، الشجرة دي موجودة في بلد عربي آخر في دولة البحرين، طولها 10 متر تقريبا. المكان الموجود فيه الشجرة صحراء قاحلة، مفيش مصدر مائي قريب منها، ومفيش أي مقاوم من مقاومات الحياة. كمان حتى مش هنلاقي أي حشائش طبيعية ولا أي كائنات حية في المنطقة المحيطة بيها. ده موقع الشجرة زي ما احنا شايفين، ورغم كده الشجرة بتتحمل الظروف القاسية في الصحراء، وموجودة بقالها 400 سنة. لأن النوع ده من الأشجار بيتميز بنظام جذور عميقة جدا، العمق 50 متر تقريبا تحت الأرض، وبتمتص جذور المياه الجوفية. كمان الهواء المحيط بها غالبا بيكون رطب. ورغم عمرها إلا أنها سبحان الله أوراقها ما تزال خضراء وجميلة جدا. زي ما احنا شايفين كده هم حاطين حواليها سياج علشان يحموها من التخريب. وادي الأرض المحيطة بالشجرة، أرض رملية ما فيهاش أي رطوبة. الشجرة دي بيقولوا ان فيها سر الحياة، وبتجذب اكتر من 50 ألف سائح كل سنة عشان يشوفوها وياخدوا الصور التذكارية معاها، وده شكلها في الغروب. سبحان الله القادر على كل شيء. اشجار البأوباب هي من الاشجار الاستوائية، كمان بتعرف ايضا بالتيبو تري او شجرة ابريق الشاي. هي منتشرة في مدغشقر، ولها أشكال مختلفة في الحجم. بيعتقد أن نوع الأشجار ده موجود تقريبا من 1000 سنة. شكلها بصراحة جميل جدا، كأنها لوحة طبيعية مرسومة. الشجرة اللي بعد كده موجودة في أسبانيا اسمها إلاروبال دي لا سابينا. دي شجرة زي ما انتوا شايفين كده، ده شكلها الحقيقي من غير أي فوتوشوب. هي بتتكيف مع الظروف المحيطة بأنها تنمو في اتجاه الرياح. من الأشجار القديمة في العمر شجرة عمرها أكتر من 1200 سنة، موجودة في المكسيك. زي ما انتوا شايفين كل الحجم ده عبارة عن شجرة واحدة، واخدة مساحة أفقية كبيرة جدا. البوتل تري أو شجرة الزجاجة موجودة في ناميبيا، وبتتأقلم مع الظروف القاسية والبيئة الصخرية. بتظهر زهور باللون الوردي والأبيض، طولها من 2 ل 3 متر. البواب بريزن تري موجودة في استراليا، وعمرها 1500 سنة، برضو من الأشجار المعمرة. لكن هي شجرة غريبة جدا لأنها مجوفة من جوه، واستخدمت عام 1890 كسجن في استراليا. ودي مجموعة جميلة جدا من الأشجار المزروعة في صخرة عملاقة.
عند شاطئ أحد البحار. أتمنى تكون حلقة النهاردة مفيدة وعجبتكم. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. في أمان الله.